اسم حضرتك؟ اسمي جمال احمد علي. ايوه جمال. حضرتك مرت كم شهر على ثورة يناير المباركة الطاهرة ومش حاسين بأي جديد فيها. انا حاسس ان الثورة بتتحارب داخليا وخارجيا. خارجيا ده طبعا ده شيء معروف، يعني احنا عارفين مين اللي بيحاربنا خارجيا، انما داخليا ليه تباطؤ في محاكمة الفاسدين اللي قاعدين في هم دول؟ هم وبعدين بيقولوا اللي بينزل ميدان التحرير بيوقف حال البلد وبتاع، احنا بنوقفش حال البلد ولا اي حاجة. احنا كل اللي احنا عايزين نعرفه بس الناس دي تتحاكم امتى. الناس دي بتاخد تأجيلات كتيرة، والتأجيلات دي كترت قوي، وبعدين احنا خايفين على دم الشهيد، يعني دم الشهيد كده يروح حضر. تمام. احنا فوجئنا في يوم من الايام ان كان اتمسك هنا في ميدان التحرير ولد بلطجي تهجم على واحد اجنبي وكان هيخطف منه الشنطه بتاعته والفلوس، مفيش 3 ايام وتحاكم. طب الناس دي سرقانه بقى لها كام سنه ولسه لغايه دلوقتي ما اتحاكمتش. احنا عايزين نعرف بس هيتحاكموا ولا لا، او ايه هو وجهه نظرهم انه في التباطؤ في محاكمتهم. بس دي ليس هي، انما ثورتنا ان شاء الله هتنجح. هتنجح ان شاء الله. شكرا.